مرحبا جايز، إن شاء الله راح نكمل آخر شابتر بمادة الفاينل البي 1 اللي هو شابتر 17 اللي بيحكي عن ال the expression of genes. بالبداية إنه نعرف شو يعني الجين. زي ما عرفنا سابقا حكينا إنه الجين هو اللي بيحمل الصفات الوراثية، هو عبارة عن صفة أو سمة بتتوارث من الآباء للأبناء. إذن الجينز أو الجينات هي المسؤولة عن توريث الصفات، هي المسؤولة عن توريث الصفات. الجين أو الدي إن إيه بيعمل ترانسكريبشن، بنسخ نفسه عشان يعطيني الآر إن إيه، والآر إن إيه بيعمل ترانسليت عشان يعطيني البوليبيبتايد تشين، والبوليبيبتايد تشين بتعمل فولدينج وبتعطيني البروتين. تمام؟ أوكي. طيب إحنا في هذا الشابتر بدنا ندرس الترانسكريبشن والترانسليشن. عملية الريبليكيشن للدي ان اي شرحناها في شابتر 16. تمام، في هذا الشابتر رح نشرح عملية الترانسكريبشن والترانسليشن. اوكي طيب نيجي نحكي عن الترانسكريبشن. الترانسكريبشن is the DNA direct synthesis of RNA، يعني انه الدي ان اي بعمل نسخ من نفسه، وهاي النسخة اللي راح تنتج هي عبارة عن RNA. حكينا الفرق بين الـ DNA والـ RNA اللي هو اختلاف نيتروجين سبيسز، واحدة اللي هي اليوراسيل موجودة في الـ RNA. تمام؟ طيب عملية الترانسكريبشن إذا احنا كنا عم نحكي عن يوكاريوتك سيل فهي بتصير في النيوكليوس، إذا كنا عم نشتغل أو نحكي عن البروكاريوتك سيل فهي بتصير في السيتوسول. تمام؟ اوكي هسا هذا ال RNA عشان ينتج، عشان انه الدي ان اي بيعمل ترانسكريبشن لل RNA بحتاج لكاتاليست. هذا الكاتاليست اللي راح يعمل ترانسكريبشن لل RNA اللي هو عباره عن RNA بوليميريز. هذا ال RNA بوليميريز which link together RNA nucleotide and complementary to DNA template strand، يعني راح تكون عندي تمبلت ستراند من الدي ان اي. تمام، راح يجي ال RNA polymerase وبضيف لي النيوكليوتايد على هاي التمبلت ستراند لل DNA، فبنتج عندي نسخة من ال RNA بسميها العملية اللي صارت اللي هي الترانسكريبشن. تمام، so this process at the same base pairing rule as DNA replication except in RNA uracil substitute for thymine. نفس العملية اللي بتصير في هذه العملية، نفس البيسز بيرينج، نفس القواعد النيتروجينوس بيسز الموجودة في الدي ان اي ريبليكيشن نفسهم بيكونوا موجودين في الار ان اي، لكن الاختلاف بانه انا عندي الثايمين موجود في الدي ان اي واليوراسيل هو اللي موجود في الار ان اي. يعني في الار ان اي برضو عندي السيتوسين، برضو عندي الجوانين، برضو عندي الادينين، لكن ما عندي ثايمين، في عندي يوراسيل. زي ما حكينا الاختلاف بين الـ RNA والـ DNA اللي هو النيتروجين سبيسز، واحدة في الـ DNA عندنا التايمين وفي الـ RNA عندنا اليوراسيل. تيجي الـ RNA بوليميريز بضيف نيوكليوتايد على تمبلت DNA فبنتج عندي فبصير عندي ترانسكريبشن لهذا الـ DNA وبتنتج عندنا الـ RNA. تمام، في عندنا 3 stages للترانسكريبشن، مش مطلوب نعرف غير أسامي هدول الستيجز، تفاصيلهم أشياء زيادة عنهم مش مطلوب، بس بهمنا نعرف شو هم الثري ستيج إن ترانسكريبشن اللي هن الانيشيشن، الإلونجيشن، والترمينيشن. احفظوهم حفظ بدون ما تدخلوا بتفاصيلهم لأنه هذا الشابتر كتير فيه أشياء محذوفة منه. تمام؟ اوكي هيك غطينا اول بروسيس اللي هي الترانسكريبشن، وهي عباره عن انه انتج انه دايركت دي ان اي بتحول ل انه انتج نسخه او انسخه ل ار ان اي. اوكي طيب الترانسليشن وهي احنا بنقصد فيها عمليه الترجمه. بعد ما انا شكلت هذا الار ان اي، هذا الار ان اي راح يبعث ترانسفير ار ان اي وهو عباره عن رايبوسومال. هذا الرايبوسوم ار ان اي اللي هي بتصنع البوليبيبتايد تشين. هذه البوليبيبتايد تشين اللي راح تمر بالليفلز اللي حكينا عنهم بشابتر 5 اللي هم البرايمري والسكندري والكوتيرنري، اوكي عشان تصنع لي البروتين.
اوكي so the translation is RNA direct synthesis of polypeptide. هذه البوليبيبتايد اللي هي البوليبيبتايد اللي بصنعها او اللي بصنع هذه البوليبيبتايد اللي هو الريبوسوم الار ان اي الار ار ان اي. تمام، هذه البوليبيبتايد زي ما حكينا بتمر بالليفلز اللي شرحناهم بشابتر 5 وبتتشكل عندنا البروتينز. برضو حتمر بالثري ستيجز اللي هم الانيشيشن والالونجيشن والترانز والترمينيشن. زي ما حكيت وبرجع بعيد، مش مطلوب منا نعرف شو هم كل ستيج، بس مطلوب منا نحفظ الستيج زي ما هم هيك بدون ما ندخل بتفاصيلهم ولا ندخل في تعريفهم ولا اشي. اوكي، بس مطلوب نحفظ الستيجز هدول باسميهم. تمام، طبعا عملية الترانزليشن بتصير في البروكاريوت وفي اليوكاريوت في السيتوسول، وبتحتاج ل زي ما حكينا للرايبوسوم اللي بصنع اللي من خلاله انا بصنع البوليبيبتايد تشين اللي after that راح تعمل لي البروتينز. اوكي جايز، هذول هم التو بروسيس. البروسيس الاولى بعدها الترانسكريبشن، انه الدي ان اي بيعمل ترانسكريبت باي كاتاليست اسمه الار ان اي بوليمريز بنتج عندي ار ان اي. تمام، الترانسليشن باي ترانسفير ار ان اي، هذا الار ان اي ترانسفير ار ان اي هذا الار ان اي راح يترجم لا بوليبيبتايد، وهذا البوليبيبتايد راح تعمل فولدنج اوكي باي ذا ليفلز وينتج عندي البروتينز. اوكي تمام، نيجي نحكي عن الجينيتيك كود. الجينيتيك كود اللي هي عباره عن سيكونس اوف نيتروجينس بيسز اون مسنجر ار ان اي ستراند. هذا المسنجر ار ان اي ستراند من وين بيجي؟ المسنجر ار ان اي ستراند اللي هو الدي ان اي بيروح ببعث رساله. تمام، هذه الرسالة اللي هي المسنجر ار ان اي عشان اصنع الار ان اي. اوكي سو هو سيكونس اوف نيتروجينس سبيسز اون مسنجر ار ان اي. تمام، هلا هذا الكودون هو بيتكون من 3 نيتروجينس سبيسز. النيتروجينس سبيسز احنا عارفينهم، تايمين ادينين جوانين سيتوسين. كل 3 نيتروجينس سبيسز بعطوني اشي اسمه كودون، يعني مثلا تي سي جي تايمين سيتوسين جوانين، هذولا ايش بسميه؟ هذولا عبارة عن تريبلت اوكي او 3 نيتروجينس سبيسز. هذولا الثلاثة بسميهم كودون. تمام، بسميهم كودون. طيب شو يعني genetic information؟ genetic information is encoded as sequence of non-overlapping nucleotide triplet or codon. إنه هاي السيكونس اللي بتتكون من هذا السيكونس اللي بتحتوي على nitrogenous spaces it's encoded تشفر لتريبلت أو لإشي اسمه كودونات. تمام؟ طيب هذا الكودون in messenger RNA is translated into an amino acid. كم عدد الكودونات اللي عندنا؟ في عندنا 64 كودون. تمام، في عندنا 64 كودون، عندنا 64 كودون، 61 كودون هو is translated to an amino acid يعني راح يترجموا لامينو اسيد، وثلاثه كودونات هم عباره عن stop signaling. يعني احنا عندنا 64 كودون، 61 كودون راح يترجموا هذول الكودونات راح يصير لهم translated لامينو اسيد، وثلاث كودونات راح يصير لهم ايش راح يشتغلوا هذول ستوب سيجنالينج. تمام، ستوب سيجنال. تمام، هلا الكودون كيف احنا نقراه؟ نقراه من ال 5 برايم تو 3 برايم. اوكي، الكودون كيف نقراه؟ من 5 برايم تو 3 برايم. تمام، فاهمين لحد هلا؟ اوكي، طبعا في خصائص لهذا الجينيتيك كود بانه هو عباره عن تريبلت. التريبلت بنقصد فيه يعني بتكون من 3 نيتروجين سبيسز. تمام، اوكي، هذول التريبلت او هذا الكودون راح يصير له ترانسليت لامينو اسيد. يعني مثلا عندنا ال تي سي جي زي ما حكينا هذا عباره عن كودون. هلا هذا الكودون ايش بدي اعمل فيه؟ هذا الكودون ايش بده يصير فيه؟ طب اوكي فهمت انه كودون، ايش يعني كودون؟ هذا الكودون راح يعمل ترانسليت لامينو اسيد، راح يعطيني حمض اميني، واحنا عندنا في الطبيعه 20 حمض اميني. تمام، واحد من هاي الاحماض الامينيه حتكون تحمل اسم هذا الكودون.
اوكي طيب زي ما حكينا انه الكودون ان جينيتيكلي كود از الف الفابيتك اوف جينيتيك كود، في عندي 64 كودون وعندنا 20 حمض اميني. تمام، هلا هم اجوا يعني حكوا انه احنا عندنا 64 كودون في المقابل عندي 20 حمض اميني، فعملوا كتير تجارب انه حكوا بالبداية انه كل كل نيتروجين سبيسز وحدة بتعبر لي عن واحد امينو اسيد، فحكوا طب يا جماعة انه احنا كيف كل نيتروجين سبيسز وحدة وانا عندي 20 امينو اسيد، بعدين حكوا اوكي كل تو نيتروجين سبيسز معناته بتعبر لي عن امينو اسيد، فلما عملوا حساباتهم برضو ما طلعت ظابطة، حيطلع عندي اكتر من امينو اسيد وانا في الطبيعة عندي 20. فاذا لما رجعوا عادوا الحسابات معهم طلع معهم انه كل ثلاث نيتروجين سبيسز بيعبروا عن كودون. تمام، وهذول الكودونات كل واحد كودون بعطيني 1 امينو اسيد، كل 1 كودون بعطيني 1 امينو اسيد، والكودون هو عبارة عن 3 نيتروجين بيسز. طبعا هذا الامينو اسيد ممكن يكون له اكثر من كودون عادي، في امينو اسيد يعني بعض الاحماض الامينيه بتكون إلها اكثر من كودون، وفي احماض امينيه بيكون إلها جاست 1 كودون. تمام اوكي، 1 ستارت كودون اللي هو الاي يو جي، هذا الاي يو جي مجرد ما اشوفه فاذا هو اسمه ستارت كودون، يعني بيجيب لك في الامتحان شو هو الستارت كودون تحكي له اي يو جي. هذا الـ AUG يترجم للميثايونين، الميثايونين هو اسم حمض أميني. تمام، للميثايونين برضو في عنا 3 stop codon. إيش هنا الـ stop codon؟ الـ UAA، الـ UAG والـ UGA. يعني لو سألك في الامتحان مين هم الـ stop codon تحكي له هذول الكودونات. كم عدد الـ stop codon؟ 3. كم عدد الـ start codon؟ 1. تمام، طبعا في عنا several codon specifies one amino acid، في عنا بعض الكودونات تترجم لأمينو أسيد واحد فقط، زي ما حكيت إنه في أمينو أسيد بيكون إلها أكثر من كودون، وفي أمينو أسيد بتكون تحمل اسم كودون واحد. مين هم هدول الأمينو أسيد اللي بيكون إلهم بس كودون واحد؟ مثلا هذا الفينيل أنالين، هذا الفينيل أنالين اللي هو الكودون تبعه اليو يو يو، اللايسين الأي أي أي، الجلايسين الجي جي جي، مثلا البرولين السي سي سي، هذول اللي هم عندهم سبيسيفيك 1 امينو اسيد. تمام، ذا فيرست كودون ديس بيرد اليو يو يو، اول كودون تم اكتشافه، هذا بيجيك في الامتحان اول كودون اكتشفوه اللي هو اليو يو يو. تمام، بيجيب لك كمان سؤال مين هم الستارت كودون، او بسألك كم عدد الستارت كودون، او بسألك كم عدد الستوب كودون، او مين هم الستوب كودون، او مثلا بسألك الستارت كودون شو اسمه ميثايونين. تمام، هاي الاسئله اللي بتيجي، او مثلا بسألك الامينو اسيد، الامينو اسيد كم، مثلا بسألك انه الامينو اسيد الواحد له كودون، يعني الامينو اسيد له بيكون كودون واحد ولا 3 كودون، ما تخربطوا، كل امينو اسيد له كودون. تمام، والكودون هو عباره عن 3 تريبلت، عفوا 3 نيتروجين سبيسز او تريبلت، تريبلت يعني تريبلت يعني 3 نيتروجين سبيسز. تمام، مش يحكي لك انه مثلا التريبلت له 3 امينو اسيد، لا التريبلت له امينو اسيد واحد. اوكي، الكودون يمثل امينو اسيد واحد. تمام اوكي، هذا هو الشابتر، كثير سهل وبسيط. ارجع ادرس الترانزليشن والترانسكريبشن، بس اعرف الترانزليشن لمين بتصير والترانسكريبشن لمين بتصير، الاشي بيجي كتير مباشر، وركزوا على الكودونز هدول في هاي الصفحة كتير بيجي عليهم اسئلة، ويعطيكم العافية.